السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس آخر ولقاء آخر مع الفنان تيتو. في هذا الدرس نتعلم حيلة في غاية الروعة. تابعوا. We'll be right back.
جميل. إذا أشكر الأخ تيتو على هذه الحيلة الجميلة، ولكن قبل أن أنهي هذا الفيديو أريد أن أتعمق أكثر في هذه الحيلة. كما ترون صنعت هذه الحيلة بالبلاستيك الشفاف الصلب. إن لم يكن متاحا عندكم في المكتبات أو في الأسواق فيمكنكم العثور عليه في مغلفات علب الألعاب أو علب الملابس أو علب الأواني المنزلية أو ما شابه. جميل. وهذا الورق الأسود هو من الملصقات، واللون الأبيض وكذلك الملصقات الفضية التي هي على شكل مرآة، واضح؟ وهاته الزهرة أو الزهرتين المصنوعتين من الورق. إذن لكل من أعجبت هذه الحيلة ابدأ بصنعها من الآن وأضفها إلى قائمة حيلك وألعابك. شكرا، وإن شاء الله ترقبوا المزيد. وشكرا مرة ثانية للفنان تيتو.